السلام عليكم. السلام ورحمة الله علينا عقيل. طمني، التقى؟ التقى وما التقى. شلون هاي؟ يا سيدي رحنا على المكان اللي دلنا عليه أبو درغام، قام طلع راحي بس شفنا واحد بدوي هنيك عم يرعى غنم، قال بيعرفه بس إنه رحل. ولوين رحى؟ يا سيدي رحل على منطقة رح يدلنا عليها هذا البدوي، بس بعد شو؟ بعد ما وعدناه إنه نشتري منه كل غنماته. يلا طيب، وإمتى رح يدلكم؟ هلا اليوم أنا رح ظبط أموري وبكرة مع شقشقة الضو طالع لهنيك، بس هالمرة ما حاخذ معي الشباب، خليهم عندك هون بركي حتشتون. مثل ما بدك، اتكل على الله. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. صبر جميل وبالله المستعان. قولوا الله يا شباب، قولوا الله يا رجال. لك هذا الفرنساوي ما بيرحم، نحن ما رح نرحمه، لك بدنا نحرره. لك مريح عليك، يلا. ايه عيش. مريح عليك يا بضاي، مريح عليك يا رجال. ايه. يلا يا شباب، يلا يا شباب. مريح عليك. ايوه. شوفك فتت دغري عنه. شو بدك فريال؟ بدي اياك تسهر معي شوي. لك يا فريال، كل يوم بدنا نعيد ونفتق بهالقصة. انا زلمه تعيب، بطلع من الصبح بجي اخر الليل، بدي ارتاح. لك اي والله بعرف، بس انا كمان اللي حصه فيك ما اللي حصه فيك. بلا فريال، انت الك كل الحصص. ابن عمي، انت مو جاي على بالك هيك يجيك ببو من فريال حبيبتك؟ لكان يا فريال، هذا يوم المنى، بس انتي شدي لي همتك وجيبي لي هالبوبو. انا حاسه انه رح يصير عندي بوبو. شلون حسيتي هالاحساس؟ لاني حلمت من يومين منام بياخذ العقل، قال شو انا حبلي وجاييني ولد بيطير العقل بيشبهك تمام. انتي قلتيها منام، انا بدي اياها حقيقه مو منام. تصبحي على خير. ايوه تصبحي على خير. بكرة منشوفه للخير. شو ابن عمي ضروري تسافر؟ كل يومين ثلاثة ما رح طول. طيب وأنا؟ رح ضل لحالي بالبيت؟ أكيد لا، أبوك قال لي إنه لازم وديك لعنده، حتى هذا الصالوك اللي تحت رح وديه على الدار القديمة. شو ودب لك زواده؟ يعني حضري لي أنت هيك ليومين ثلاثة بس بحبحيهم شوي، في معي شخص تاني. يلا الله يرضى عليكي، أنا رايح نام. الله يكون معك.